هذه عودة إلى الدكتور مصطفى حامد أغلو. دكتور مصطفى حياكم الله من جديد. يعني الرئيس أردوغان عازم على مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما أهمية هذا التصريح أمام قادة العالم دكتور مصطفى؟ هذا التصريح أمام قادة العالم يعني ومن القيادة من هرم القيادة التركية يأتي تأكيد على عزم وجدية الحكومة التركية في مكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على تركيا والتي بدأت تؤرق يعني المجتمع التركي وليس فقط الأجانب المتواجدين في تركيا. نعم. لكن أنا أريد أن أقول أن هناك قاعدة لدينا في الطب أن درهم وقاية خير من قنطار علاج. نعم. هناك تأخر يجب أن يعني نقبل بأن هناك تأخر في معالجة هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر، وهذه تراكمات لعشرة سنين من الأخطاء والسلبيات التي لم يتم معالجة الملف اللاجئين بتركيا بشكل جيد. طبعا هناك عدة أسباب، يعني منها التأجيج السياسي الذي حصل في الانتخابات في العام 2018 و2023. نعم. أيضا الحالة الاقتصادية، أيضا هناك الثقافة الفكرية والسياسية الموجودة، بعض سلبيات اللاجئين السوريين، عدم إدارة الملف من قبل الطرفين من السوريين ومن نقول السوريين لأن السوريين هم الأكثر تواجدا في تركيا، ومن أيضا عدم وجود سياسة واضحة شفافة تجاه اللاجئين. أيضا هناك سبب آخر وهو عدم إيجاد البديل في سوريا لعودة اللاجئين بشكل طوعي. كل هذه العوامل التي تراكمت مع التأجيج مع التحريض ضد اللاجئين للنيل من الحكومة للفوز بالانتخابات مع الأسف الشديد أدى إلى هذه الظاهرة الغريبة التي بدأت تؤرق وتزعج وتخيف صراحة كافة الناس المتواجدين أجانب ويعني سكان. دكتور مصطفى، من الذي يقف وراء نشر العنصرية والكراهية ضد العرب؟ هل هناك جهة معينة باستطاعتكم تسميتها دكتور مصطفى؟ هذه يعني لنقل هذه يعني نظرية المؤامرة أكيد هي موجودة، وأكيد نعم. هناك يستغل يعني هذه الحالة، وأكيد هناك من يؤجج، كل من لا يريد الاستقرار في تركيا، كل من لا يريد نمو الاقتصاد التركي، كل من لا يريد نجاح العدالة والتنمية التركي، كل أعداء تركيا أكيد هم يحاربون ويسعون لوراء هذه تأجيج هذه الظاهرة. أيضا أصحاب الفكر وإن كانوا أقل أصحاب الفكر العنصري لنقل، هؤلاء كلهم يحرضون ويساعدون على ظهور هذه الظاهرة. لكن أن نبرر أن هذه الظاهرة هي فقط بسبب هؤلاء الناس نكون قد أخطأنا ولم نشخص الحالة بشكل صحيح كي نعالجها بشكل صحيح. هناك أخطاء، هناك وقائع يجب أن يعني ندرك هذه الوقائع، التواجد الكبير للعرب في تركيا، الثقافة الموجودة، ثقافة المجتمع، كما قلت الوضع الاقتصادي، كثير من الأمور هي يجب أن تعالج هذه الأمور حتى لا نترك مجال لهؤلاء المغرضين وهؤلاء المحرضين وأعداء تركيا وأعداء الحزب العدالة والتنمية. طيب دكتور مصطفى، يعني تركيا وهذا حقها وليس منا، تركيا رائدة في موضوع استضافة اللاجئين وهي تشكر على ذلك طبعا، وأيضا دعم اللاجئين، وأيضا تركيا انفتحت على الدول العربية من الناحية الاقتصادية خاصة بعد الانقلاب الفاشل، ولكن إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان قادرة على فرض خطة متكاملة لإنهاء هذه التوترات الحاصلة؟ بطبيعة الحال دكتور مصطفى هذه تؤثر على الاقتصاد التركي وتؤثر على صورة تركيا في العالم العربي والإسلامي والدولي. ما لم تكن هناك معالجة متكاملة وما لم يكن هناك يعني شخصيات علمية مهنية تتصدر معالجة هذه الحالة، فستكون كل هذه الإجراءات هي إجراءات تلطيفية وإجراءات غير كافية.
هناك كثير من الأكاديميين الذين صرحوا، وأنا كنت أشرت إلى هذا أيضا الموضوع منذ سنين، بأنه يجب أن تكون هناك لدينا خطوات مهنية علمية. مع الأسف الشديد لم يتم إدارة هذا الملف بشكل جيد، هناك أخطاء. يعني عندما بدأت بعض يعني المعلومات الخاطئة التي تنتشر بأن السوريين يأخذون معاش من الدولة، بأن السوريين يتعالجون بدون مقابل، بأن السوريين يدخلون الجامعات بدون امتحانات، كل هذه الأمور أدت إلى نوع من القناعة، القناعة اليوم عند المجتمع. هذه القناعة يجب تعديلها ويجب معالجتها ويجب تصحيحها. تصحيح هذه القناعة ليس بالأمر السهل، لذلك يحتاج إلى إجراءات قانونية. أنا برأيي أن الإجراءات القانونية لوحدها غير كافية، يجب أن هناك عمل على المستوى الثقافي الفكري السياسي. وأيضا يجب الإشارة على أن اللاجئين هم ليسوا فقط عبء، يعني صحيح أن هناك وجه مظلم لنقل للجوء إلى تركيا، لكن أيضا هناك وجه مشرق. ما لم نستطع وبشجاعة أن نشير إلى الوجه المشرق، إلى إضافات هؤلاء اللاجئين، ما أضافوه لتركيا من زيادة السياحة، من الصادرات، من هذه الأمور، الإضافات، ما لم نمتلك الشجاعة لإظهارها للمجتمع التركي، فستكون المعالجات الإجرائية القانونية برأيي أنا غير كافية. على ذكر الإجراءات، هناك رد فعل من الحكومة التركية صدر باعتقال 27 شخص، وذلك من أجل إخماد مروجي خطاب الكراهية والعنصرية في تركيا. هل هذا الإجراء كاف بالنسبة لكم دكتور مصطفى؟ هذا الإجراء ضروري وكان يجب أن يحصل، ويجب أن تسن هناك قوانين، يعني ويعرف الجميع أن خطاب العنصرية والكراهية يجرم عليه كل من يتصرف يقوم به، لكنه أنا أقول أنه غير كافي، ضروري ولازم ويجب أن يكون، ولكنه غير ضروري، يلجم بعض الجهات المحرضة، لكن القناعة العامة يجب أن تصحح كما قلت من خلال دراسة. اليوم 80% من المجتمع التركي، 80% من المجتمع التركي لا يرحب بتواجد السوريين. هذه القناعة يجب أن تعالج من قبل علماء الاجتماع والسياسيين ويعني أصحاب منظمات المجتمع المدني بشكل علمي وجدي وليس بشكل عاطفي. العاطفية لا تكفي ولا تحل مثل هذه الأمور المجتمعية. عبر سكايب من اسطنبول الدكتور مصطفى حامد أوغلو، شكرا جزيلا لكم.